وشو شو جامد يلا فوق بيبو يلا بيبو انفراد والثالث خالد وبيشو الكوره حلوه جول تريكا واللمسه الحلوه شايف اللي تألق الفترة دي يمكن حسين الشحات بدأ يرتفع بشكل كويس الفترة الأخيرة مجدي عفشة مروان طبعا هو الثلاثي اللي هيلعب على طول مصطفى وبن شرقي وزيزو بيتهيألي المجموعة دي هتبقى هي الناس اللي هتبقى موجودة بالإضافة طبعا لزيادة الجينيسيس في الحتة الهجومية معاهم ممكن اللعيبة المهارية زي بن شرقي مثلا اللعيبة اللي عندها مهارة شيكابالا لو لعب إن شاء الله يبقى برضو من أحد نجوم المباراة إن شاء الله بإذن الله اللي هيسجل دي بتاعت ربنا ما أقدرش أقول لك مين هيسجل لكن أتوقع بن شرقي أتوقع مصطفى محمد ممكن تتوقع مثلا زيزو أتوقع تألق السولية ومحمد نجد أفشة وبإذن الله نبارك لنفسنا وكل جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة وجهاز فني واللعيبة البطولة التاسعة إن شاء الله. أتوقع إن إبراهيم يسجل، مروان ممكن يسجل، وليد ممكن يسجل. الزمالك الفترة الأخيرة بيأدي بشكل كويس، مكتمل فنياً بدنياً، بن شرقي كالعادة إن شاء الله وممكن مصطفى محمد. اللعيب اللي عنده شخصية في الملعب، واللعيب اللي واثق من نفسه، اللعيب اللي متمرن صح هو ده اللي هيوفق، وإحنا دايماً السوبر في الماتشات دي بيبقى غالباً حراس المرمى والفراولة. فأنا شخصياً قلقان من مصطفى محمد. كان اكثر لعيب بيقلقني مصطفى محمد وزيزو لكن ان شاء الله باذن الله واعتقد ان الراجل بتاعنا الموسيماني ده مدرب كويس وهيقدر يقوي في الحكايه